السلام عليكم اهلا ومرحبا بكم اصدقائي الاعزاء مرحبا بكم في هذا البث المباشر كما وعدتكم في وقت سابق اليوم سيكون لايف تمهيدي للقاء الغد حول الهجره الى كندا ولكن عدت للتو من واحد اللقاء دام ساعتين تقريبا مع واحد الصديق عزيز هنا في مدينه موريال واللي يتقاسم الكثير من الافكار مع السيد سعيد البارسا اللي كنت تكلمت عليه مؤخرا ووجهت ليه نداء قلت ليه يا واحد السيده راها تعاني في صمت والزوج ديالها راه في السجن الزوج ديالها كان تصرف معك الخير وعطاك الصفحه ديالو وكنتي كطلع دير فيها لي لايف ويعني معروف عليك انت انك انسان توري وكتسب الملك ومناهض للملكيه في المغرب وجمهوري باغي دير جمهوريه في المغرب دابا يعني ابسط الحوايج اللي تقدر دير هو انك تعاون هذه السيده هذه دير لها لايف وطلب من الناس انهم يعاونوها ولو انك ماشي انت اللي يعني تعاونها ماديا ولكن يمكن من بين الجمهوريين يكونوا ناس رحماء اللي يدير يدو في الجيب ويعاون هذا السيدة لكن الشيء اللي وقع هو انه السيد حسب ما قالوا لي دار فيديو و بدل ما يدير لايف كيجمع كي فيه الفلوس لهذه السيده ولا يحث الناس عليهم يعاونوها أه كيخوي ال... داك الصدا ديالو على عبد الرحمن العذراوي انا فاجئني الموضوع شيئا ما لان السيد كيبان بعقلو كيبان انسان يعني متزن و يعني محترم طلع معايا انا واحد المره في لي لايف دوزنا تقريبا واحد المده زمنيه وحنا كنتحاورو وكنتكلمو اشاد بالمواقف ديالي وقال لي بانني من المتتبعين ديالك وكان هناك ود واحترام كبير وهذا هو اللي خلاني انني نوجه ليه الكلام ان السيد اللي الحبس يعني من بين الاشياء اللي يمكن غادي تكون ساهمت في الدخول ديالو للسجن هو التواجد ديالك انتيا في الصفحه ديالو لان زعامه كبيره ان واحد في المغرب يعطي الصفحه ديالو لواحد اللي كيسب في الملك واللي كيسب في النظام المغربي واللي نهار صباح وعشيات يقول بانه باغي يحيد النظام في المغرب هاد السيده ماشي غير غامر معاك راه فات المغامره اللي هي واليوم اللي كدي الثمن ديال هادشي هذا هو الزوجه ديالو والأبناء ديالو على ايين آه انا كيف ما وعدت السيده وفيت بالوعد ديالي وتواصلت معها البارح وهي طلبت مني السماحه لان سقط الخبر لهاد السي سعيد البارصا شنو دار؟ قالت لي اسمح لي لأن هاد السيد هذا اللي تهجم عليك في الفيديو هذا بسببي أنا، يعني لو أنه أنا ما كنتش أه... لجأت لك إلى آخره ما كانش غادي يعني يوصلك هذا الآذى من عند هذا، خينا أنا أه الكلام ديالو بحال كاين بحال ما كاينش ما كيزيد ما كينقص مني حتى شي حاجة ولكن كيوضح أو كيبين حقيقة هاد الناس اللي هما عايشين في الخارج والأغلبية ديالهم لا خدمة لا ردمة لأن اللي كيدير لايف في الصباح وكيديرو في العشية وعاود يديرو غدا في الصباح وفي العشية وبعد غدا في الصباح وفي العشية يوميا يعني ما يمكن لكش في نفس الوقت كدير لايفات وتطالب بتغيير النظام في المغرب وخدام في نفس الوقت يعني الاغلبيه ديالهم مجموعه من العاطلين في بلدان غربيه ويسترزقون على حساب الادسنس من خلال عدد المشاهدات للأسف لان المغاربه دائما كيبغيو يسمعوا شي هضره اللي هي مخالفه لذاك اللي كيسمعوه كي يوميا فالسيده من هرسها انا غير سولتك واش اتصلوا بك شي ناس واش عاونوك شي ناس واش هاد الجمهوريين الاشاويش اللي كيدخلوا ويبقاو يكتبوا البصيرو في الصفحه عطيهم العصير والنظام الفاسد و و و الى اخره واش واحد فيهم دار يدو في جيب وعاونك قلت لي وتقول شي واحد اتصل بيا ولو درهم واحد بل اكثر من هذا ان هذاك السيد اللي من المفروض انه يوقف في جنبها دابا داير عليها فرعون ودير عليها طاغيه ودير عليها بان الارزاق اللي كاينه فوق الكره الارضيه هو اللي كيتصرف فيها يعني ما فخباروش بان الطير في الصباح كيخرج كي البطن ديالو خاوي وكيرجع به عامر في العشيه شكون اللي رزقو كيرزقو كي الله سبحانه وتعالى ما كترزقوش انت المهم ان هذا الكلام هذا يمكن يخوض فيه بصيرو من بعد ما يفك الله الاسر ديالو انا ما باغيش ندخل في التفاصيل ولكن غنعاود لكم غير الخلاصه هذا السيد هذا طلب من زوجة بصيرو ان تفعل كذا وكذا 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 السيده ماشي وجه عمومي ما كتناقش ما كتحاور عبد را... عدراوي مات لا قدر الله بغي يجي شي واحد يعيط للزوجه ديالي الو بقيت ديري لي لايف لا راه راجلي هو اللي كان كيدير لي لايف ماشي انا اذا بكل جراه كيطلب من المراه انها تفعل وتترك وإلى الى اخره والا ما بقيش نعرفك لا انت ولا راجلك هذا كيكتب كي كريم الاوباش هذا النوع هذا من الاوباش من الفيروسات الخطيره اللي ابتلينا بها كمواطنين مغاربة يضمرون الشر لهذا الوطن ولأبناء هذا الوطن من خلال شعارات رنانة والنظام الهلاكي وتغيير النظام وإسقاط النظام هو غير مرأة وحدة مرأة الآن مغلوب على أمرها مرأة عندها ثلاثة ديال الوليدات عندها الضوء عندها الماء عندها, عندها مصاريف ديال السكن اللي خاصها تخلصها عندها مصاريف ديال التغذية وتجي انت تزيد طالبها بانها تهضر مع فلان والاخر ما تردش عليه والاخر تقول ليه وتفعل وتترك وتدخلها في دي غواج اللي هي ما عندها حتى شي حتى شي مدخله فيها كامله ولا ما بغاتش ما بقيش غادي نعرفك صافي لانه هو ما غيبقاش يعرف هذه السيده غادي تموت بالجوع بالعكس انت دابا فتحتي ليها واحد المجال ديال انه بزاف ديال الناس غادي يتعاطفوا معها انا تكلمت مع السيد في المغرب قال لي عطينا خويا العنوان ديالها غادي نمشي غادي نتقدا وندي ليها نوصل ليها حتى للدار ان شاء الله المؤونه حتى لعندها حتى توصل عندها بلا ما تقول ليها لا شكون انا ولا ما شكون انا فيا من اتصل بمول الشكاره من دابا يدير لها فيديو والله العظيم تيعمروا ليها بيكوب ديال المواد الغذائيه ويديهم ليها هادو ولاد المغرب حقيقيين ولاد الناس حقيقيين كيتقاتل كيتضارب على واحد اللي هو محتاج ولكن ولكن هذه المجموعه ديال الاندال اللي يستقوي على أمرأة تعيش مثل هذه الظروف ويقول لها مثل هذا الكلام يعني ما بقاتش يعني شي جور اكثر من هذا الشيء هذا ما بقاتش شي شي نداله اكثر من هذه النداله هذه ولو ان هذا الزوج ديالها ما عمره تصرف معك شي خير على الاقل هذه السيده لجأت لك اما قل كلاما طيبا او لا جمع طويل. اللي اكثر من هذا ان شي شخص عاونها نضعيت عليه وطلع دار هو وياه لايف ومن عمل الاتصال بها قلت لي من النهار اللي طلع هو وياه في اللايف ما بقى داك السيد لا جاوبني ولا هضر معايا ولا بقى عيط لي دونك ماشي غير ما غنبقاش نعطيك وما بغاش ما غاديش نبقى نعاونك حتى فين ما نسمع شي واحد كيعاونك غادي نعيط ليه وغادي نقول ليه ما باقاش يعاونك اذا هادو هما الناس اللي باغيين قال لك يجيو للمغرب وغيحيدوا النظام اللي كاين في المغرب وغيديروا هما نظام جمهوري وغادي يزرعوا الكفر في المغرب وغيحاربوا الاسلام في المغرب وغيحاربوا الصلاه وغيحاربوا الدين لانهم مصالحين حتى لشي حاجه وغيديروا واحد النظام قالك زوين في المغرب اذا الشيء اللي وقع لزوجه بصيره فك الله اسره يلخص ما يضمره هؤلاء للمغاربه دونك هذا باغيك غير كواسيله يستعملك يستعبدك دير داكشي اللي هو باغيك ديرو و الا ما درتيش غيولي عليك فرعون اكثرهم ملحدين ولكن ماشي كلهم كاين الناس هنا في موريال عندهم فكر يعني يقترب الى الفكر الجمهوري ولكن كيصلي وكيصوموا مؤمنون محترمون تلاقى معاه دوز معاه نهار ديال الهضره ما تختلفش انت وياه غرام ولكن هاد الحتاله هادو اللي ابتلينا بهم خصوصا في اوروبا وفي الولايات المتحده كيحاولوا انهم يقلدوا ريشارد عزوز ريشارد عزوز هو ظاهره مغربيه هو انسان آه تائر انسان جاهل طلع عليه الدم جاهل ماشي بالنسبه للوعي ولكن شي واحد اللي كاع حتى وصل للماكسيموم ديال ديال طلوع الدم وخرج داك الشيء بهذه الطريقه اللي كيدير كي بها لي لايف ديالو هاد الناس ولاو كلهم باغيين يقلدوه وكيحسب لهم بانه الالحاد هو مفتاح لدخول المغرب انا غير في اطار التوضيح باش يعني هذه الهضره اللي كتقولوا نتوما كتقول غتطيح نظام النظام المغربي فيه جيش وفيه دارك وفيه بوليس وفيه استخبارات وفيه مالين الديتاي وفيه العساسه ديال المواتر والعساسه ديال فيه مالين الحوانت في هذه المكونات هذه كامله كيف غادي دير تقصيها تحيدها من الطريق باش غتوصل انت لهذا النظام باش غادي تطيحو دونك انت انسان تافه ما عندك لا خطه غتعتمد عليها ما عندك ولو بصيص امل على ان الشيء اللي كتقول ممكن يتحقق ولكن الشيء الوحيد اللي كتقلب عليه هو داك الجمل ديال ليس امرا ولكن كرما منكم دخلوا تسجلوا عندنا في الصفحه وديروا لايك وديروا هذا بتفعيل الجرس باش منين يكون شيء جديد يوصلكم فقط يعني هذه هي الفكره اللي كيرتكز عليها الخروج ديالك والكلام ديالك من اوله الى اخره اما التغيير او لا اسقاط النظام ولا راك والله ما تسقط حتى دي هو الاخر ما تسقطوش ريافة عمرني انا شي نهار ما سمعت الزفزافي كيقول كي نطالب باسقاط النظام الزفزافي فك الله اسراه من نهار بدا كيتكلم وكيتكلم على اصلاح مجموعه ديال الاشياء اللي خاصها تصلح في المغرب ولكن عمره ما تجرأ انه يسب الله سبحانه وتعالى او يسب الدين او يسب الرسول صلى الله عليه وسلم او يدخل في امور متعلقه بثوابت البلد ولا ثوابت العقيده ديال الانسان ولكن هذه سفاله المجتمع المتناثرة في مختلف أنحاء العالم كيجي ويدخل ويبقى كيشلط كي لك هو ما عنده حتى مشكل يعني يسب لك الدين ديالك يسب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستهزأ بالقرآن ما عنده حتى مشكل ولكن انت الا مشيتي حتى انتقدتي لا اه العدراوي يهدد الجمهوريون العدراوي يفعلوا العدراوي كيخلعنا بالجيش ماشي كنخلعك بالجيش الجيش راه واقع راه كاين الجيش موجود ماشي انا عاد خلق عاد صنعته وعاد كنخلعك كبير لا راه كاين موجود انت قول لي كيفاش غادي دير طيح هذا النظام هذا من خلال هذا المخطط الجهنمي ديالك دونك ما عندك حتى شي مخطط ما عندك حتى شي خطه غير جاي كتقلب على الادسنس عاطل عن العمل تافه الراس خاوي اش غندير ماش غندير هذوك المغاربه حقا راه كيعجبهم بنادم اللي كيخرج لهم شي هضره يضغط بها المشاعر ديالهم غنجي غنكذب عليهم بشي حاجه وغيوليو تابعيني اللي في نهايه كل شهر غادي نجي وندخل واحد القدر ديال الفلوس وبخير اما داكشي ديال التخربيق ديال اطاحه النظام وتغيير النظام داكشي كلشي ما كاين منه والو وحتى الكفر وحتى الكفر ما كيعرفوش يكفروا عباد الله وبنادم باغي يكفر وما عارفش كيدير كي يكفر كيبقى يضرب يسلط ويقول لك وحق الله العظيم لا وياك انت كافر علاش كتحلف بالله داك الباطن ديالو رافض انه يكفر هو كيكفر كي غير, غير من هنا من راس اللسان ديالو على برا غير الادسنس غير داك الشويه ديال الادسنس اللي فيه هو اللي كافر اما الوجدان ديالو الكيان ديالو راه مسلم مؤمن 100% وكلهم الى جيت تصنت عليهم كاملين قاعد الكفار المسلمون هما راهم مسلمين يدعون الكفر وفي ما كيجي هذا يبدا يحلف لك بالله واقسم بالله العظيم لا انت تقسم بالله العظيم وتدعي انك كافر انت مسلم رغما عن انفك اب السيف على بوك والديك مسلمين خوتك مسلمين وانت مسلم وغادي تبقى مسلم حتى غادي تموت مسلم وهذه الهضره هذه دي كلها دايرها غير قلت ما يدار لو انه فعلا كان عندك ما يدار كون مشغول فيه لو انه فعلا عندك واحد البرنامج اصلاحي حقيقي كون راك كتقدمو للناس ولكن لان ما عندك ما تقدم اش غندير اجي نبقى نطعن في الدين اجي نبدا نسب في الدين اش من جمهوريه هذه جمهوريه الكفر جمهوريه الكفر انا كنظن المغاربه لا حاجه لهم بالكفر وكما كان كلكم لكم الاف المرات مغربي راه يكون كيضرب كي الطاسه يدير جميع انواع الموبقات تجي تلقى سكرين بيلا تجي تقول ليه الله ما كاينش شو الرسول صلى الله عليه وسلم راه ما, ما كاينش شو القران ماشي بصح الى اخره والله تيشير على بوك قلب القرعه داك الخاوي ديال يشترك على راسك اذا ديجا بعداك لا فاسون باش باغي تابوردي هاد الشعب هذا غلطه شعب 99% ديالو مؤمن مسلم وحيد وحتى داك اللي ما كيصلي ما كي يدير حتى شي حاجه ما تجيش تقول ليه راه الاسلام ماشي حقيقي والدين راه مصالح حتى لشي حاجه هادشي ما غيقبلوش منك اذا مع من تتعامل غير دوي لينا مع من غتتعامل مع من داخل هاد المغرب باش دير هاد التغيير هذا الاخ كيذكر تشفين وكيذكر طريق ياسين هادو غير جوج من بين عدد كبير عشرات عشرات ديال الناس واحد العدد كبير كله باغي يقلد ريشارد عزوز كله باغي يكون صورة تبقى الأصل لريشارد عزوز وما كتصدقش لهم كن أنت كن كما أنت جبد الطريقة ديالك جديدة جبد واحد لافاسون ديالك في, في, في الحوار وفي الكلام أما ريشارد عزوز راه كاين منه غير واحد ما كاينش منه جوج وما عمرك غادي تنجح أنك تقلده أو تكون بحاله ماشي لانك تطلع في اللايف وتبدا كتسب وكتربب راه ما كدير حتى شي حاجه مختلفه راه المغاربه كلهم تيسبوا المغاربه كلهم كيعايروا المغاربه كلهم كيخسروا الهضره راه شتي الفقيه رضوان بن عبد السلام جهلوه خسر الهضره يعني انت داك الفقيه ديالنا المخير راه الا استفزيتي غيخسر معاك الهضره اذا انت ملي كتجي تطلع دير لايف وتبقى من لبدو حتى الاخر وانت غير كتخسر في الهضره راه ما كدير حتى شي حاجه مختلفه تخسر الهضره بحالو بحال شرايب الماء عندنا كمغاربه اذا هذه محاوله تقليد ريشارد عزوز فيما يقول في في الطريقه ديالو في الكلام ولدت واحد العدد كبير ديال الناس اللي كلهم تيبان لهم بان راه سيت فاسون باش دير الفلوس علاش انت جاي هاد الميريكان وغتبدا تخدم وتضرب تعمارة نوض غير عاير وسب ودير قناة ديال اليوتيوب وها انت مدخل فيها الفلوس والقليل القليل منهم اللي خدام وباين يعني من حالته كيبان لك انسان راه كيضرب تماره وكيصور فليساتو وداير عائله وداير وليدات ويعني عنده افكار كيجي كيطرحها تتفق معاه عليها ولا تختلف معاه عليها تحترمه اما واحد اللي كيجي هو كيضرب لك في العقيده ديالك ويسب لك في الدين ويفعل ويترك راه المغاربه داك الالف د الناس ولا 500 د الناس اللي راهم جالسين كيتفرجوا فيك راه كيجيب كي بك النعاس راه كيطيب تيطيب كي بك النعاس باش يدير الناس اللي راه عنده جوج ثلاثة د الليل في المغرب وعنده الارق وانت كتعاونوا بداك الهضره لان مختلفة لذاك الشيء اللي اه معتاد انه كيسمعوا واحد كي له بان الكفر هو الحل وان خصنا نسدوا المساجد ونبنيو في بلاصتهم دور ثقافية وانت بعدا كتمشي للدور الثقافية في الميريكان ولا في اوروبا اجي تلقى المخير دابا رباعه ديال هاد الجمهوريين اللي من هاد الشاكله لان واحد العدد ديال الجمهوريين اللي أه تيتكلم كيعطي افكار وفي احترام للاخر ولكن هاد الفصيله هاد النوع من الناس اللي اغلبهم كيطلع كي سكران بعدا كيدير اللايف غيديروا شي اجتماع وينسالي واش غادي تجي تلقى تلقى واحد 50 قرعه ديال البيره خضراء وغادي تلقى واحد ثلاثه ولا اربعه ديال الباكيات ديال الكارو خاويين يعني حتى لا بقاو شي جوج ولا ثلاثه ديال غيهزوهم يديروهم في جيبهم ما يخليهمش وغادي تلقى البوانت يعني الحاجه الوحيده اللي غادي تصورها من مور هاد الجمهوريين هو البونتات تيكميو تيلوح سواء كان في صالون ولا كان في كوزينه ولا كان في شركه ولا كان في الزنقه البلاصه ديال هاد النوع هذا من البشر كتلقى عامره غير بالبونتات ديال الكارو هذا هو اللي غادي تربح من موراه هذا هو اللي غادي تدي من موراه اذا حنا تنجيو باش نناقشوا افكار كنجيو باش نناقشوا الناس في افكار اللي كتبان لينا قابله للتحقيق شي حاجه اللي ممكن تتماشى والواقع ديال المغرب ولكن باش جي انت تقول لي انا كمواطن عاطل عن العمل في الولايات المتحدة عاطل عن العمل في أوروبا غادي نوض وغادي نمشي للمغرب وغنحيد النظام, النظام في المغرب وغندير نظام في بلاصتو لكم الجوامع كاملين وغنمنع عليكم الصلاة وغادي نردكم دولة كافرة تبقاوش تعبدوا كلام ديال التخربيق ساتيام بالاغوت إذا هادشي اللي وقع مع السيدة زوجة بصير الله أسره مع هاد سعيد البارسا راه يلخص النوايا الخبيثة ديال فئة عريضة من هاد الناس سيدة ما عليها ما بها يعني عندها هم ديال الزوج ديالها خاصها تديلو القفة عندها ثلاثة د الوليدات خاصها تصرف عليهم عندها مصاريف ديال الضو ديال الماء ديال السكن عندها عرام ديال المصاريف تابعها عندها الناس كيتسناوها باش اه تشري من الادوات المدرسة وكيجي واحد شوفي غادي ديري فيديو وغديري لايف وغتفعلي وغتركي وغديري <applause> إلا ما درتيش هذا الشيء <applause> هذا سير العفريت تنسى لي ورجع لك كنجي نبلوكي كيبغي يمشي ليا اللايف <applause> اذا هذا مكان كان ضروري باش نتكلم على هذا الشيء هذا وباقي يعني الموضوع فيه الكثير ما يتقال وتنظن ماشي انا اللي يعني خاصني نهضر في هذا الموضوع يعني المعني بالامر هو بصيرو فك الله اسراه بصيرو انا شفت بعض الفيديوهات ديالو انسان باين مكافح باين كيتقاتل على لقمه العيش مقابل عائلته معيش وليداته ولكن بحالو بحال واحد العدد كبير ديال المواطنين المغاربه كيشوفوا بانه كاين عدد ديال الاشياء اللي خاصها تصلح في المغرب وكيدير لي فيديو ديالو وكيتكلم بواحد ال... واحد المنطق اللي هو مقبول مغربيا تدخلوا نتوما يا معاه تبقى كدير ليه في غسل الدماغ تهضر معاه من الصباح حتى الليل والنظام و... و... و الى اخره آه... واليوم اللي يعني يدخل الحبس ويحتاجكم او تحتاجكم الزوجه ديالو تجي تبدا كتهدد فيها وباغي تستغلها وباغي تدخلها في شي شي, شي, تخربيق اللي هي لا علاقه لها هذه هي الرجله هذه هي الجمهوريه وهذه هي الجمهوريه اللي انت باغي تجي ديرها لينا كنظام في المغرب انا دخلت كنتسنت على فيديوهات دايرينهم فرنسيين كيتكلموا على كيفاش تحولت فرنسا الى نظام جمهوري والله العظيم الا من بين الحوايج اللي سمعت كنت دارف في ذاك الوقت انهم بكثرة ما قطعوا الريوس ديال عباد الله ديفلوبات مهنه قطعه الرؤوس قطع الرؤوس كيجيو كيشدوا واحد العدد ديال الفرنساويين هادو كانوا مع النظام خاصهم يتقطعوا لهم الريوس كيديهم لواحد المحل هاك هادو 10 ولا 15 ديال الناس في الليل غادي تقطع عليهم الراس وكل راس غادي تخلص عليه بالقد والقد يعني فرنسا تحولت من نظام الى نظام ويدان من الدماء الا كان هذا الشيء هذا هو انت اللي باغي تدخل فيه المغاربه باش من بعد تجي ودير لهم كيف ما تصرفتي مع السيده اخويا غير خلي جمهوريتك عندك ولو أنا متاكد انا تا تا مش والله ما تقد تقتلو دبانه هي الاخره ما تقدش تقتلها في المغرب اذا حذاري من هذا النوع هادو من الميكروبات اللي تتسبب في الخراب للناس ومن بعد تتبرأ منهم انا الصباح تواصلت مع احد الاصدقاء في صفحه كفاح يعني الناس اللي تا هما باغيين البلاد تصلح باغي حوايج كثيره تقاد في المغرب كيتكلموا على مجموعه ديال المشاكل اللي اللي كاينه في مجموعه ديال القطاعات في المغرب وملي سمعت هذا قال لي هذا حمار هذا ديال الخلاء هذا شوف تبرأ من السيد وتبرأ من مراته وتبرأ من من اي مسؤوليه دونك الهلايب ليكم بهذا النوع هذا من الجمهوريين والهلاي جعلنا نتلاقاو معكم لا في الدنيا ولا في الاخره أه المغاربه بلادكم حافظوا عليها راه هذا النوع هاد من الخبثاء راه ما لا تغيير نظام ولا اصلاح ولا يديك ولا يخليك اهم حاجه وحده ادسنس ألف دولار في الشهر كافيه هذا دابا يجي شي رجل اعمال في اسبانيا يقول له اجي لهنا هكا ألف دولار في الشهر وسد علينا هاد القشك والله ما بقي يدير عاود يدير شي لايف كيبقى يتكلم لك على شي حوايج كبيرة، أنا فاش درت كتاب أخلاقيات الطريق في 2011 مشيت ديتو للمغرب باش نقدمه لوزارة النقل. الأخ ديالي قال لي عندك يكونوا عندك شي انتظارات كبيرة بان غنمشي وغادي نهضر وغيسمعوا وغاد ليا وغادي يعني يفتحوا ليا المجالات إلى آخره، قال لي راه سبقوك الآلاف المؤلفة ديال الناس اللي كيجيو كي خصوصا من دول أوروبية. كيجي كي كيمشي عند وزير، كيمشي كي عند مسؤول حكومي، تقول ليه انا غنفعل وغنترك وغندير و و و الى اخره حتى اللي كيلقاه جا كيقلب على شي قطعه ديال الارض ولا كيقلب على شي رخصه ديال الناقل ولا شي تخربيقه تافهه يعني ماشي حتى شي حاجه اللي كتستاهل <تسكت> راكم عارفين القاعده دابا ما بقيتش كنتجاوب مع الدبان كتمشي كتبرك على على موش كتقسلها وكتنوض نايم <تسكت> قال لي اذا راه كاين الالاف ديال الناس اللي ديجا وسخوا الطريق اللي انت جاي غادي تمشي فيها ولو انك انت جايب واحد النيه مزيانه وجاي باغي تقدم واحد العمل اللي هو في مصلحه البلد من اجل المساهمه في الحد من حوادث السير ولكن راه غادي تلقى الطريق مسخه مكرفسه مرمده راه داك المسؤول هو جالس معاك راه كيتفكر غير دوك الاعداد الهائله ديال دوك اللي جاوا قبل منك وفي التالي لقاوهم كيقلبوا يعني على شي حويجات اللي هي تافهه بسيطه هذا النوع هذا من الجمهوريين راهم كيدخلوا في نفس الخانه جاي كيبتز كيشلوش كيخربق في الاخر يهزك يحطك بحال الا ما عمرك كنتي هو وصل لواحد الهدف ديالو اللي كيقلب عليه وانت بحال الا ما عمرك كنتي سي <applause> محمد كيقول جوستيس ليبرتي بور بريك عبد العالي الزفزافي اي بصيرو نتمنى على الله انه يفكر بالاسر ديال هاد الناس هادو كاملين وجميع المواطنين المغاربه اللي هما مسجونين على خلفيات ديال حريه الراي او ديال التعبير او ديال المطالبه بحقوق اللي هي حقوق مشروعه سواء كانوا ريافه ولا كانوا صحراوه ولا كانوا شماليين ولا شرقيين ولا غربيين الحاجه الوحيده المهمه هي انه واحد قال لي راهم دايرين في اسبانيا وداك سعيد راه داير لايف وراه تيقول باننا حقنا ما كنهضروش غير على ريافة وحنا تنهضروا على صحراوه هانتوما الا جيتو شفتو غتلقاو صحراوه دونك مزيان هذه رساله وصلات ووصلات بالطريقه الصحيحه وفهمتوها انه المغرب راه ما فيهش غير الريف المغرب راه فيه ريافة وفيه صحراوه وفيه سطات وبرشيد وفيه مجموعه ديال المناطق في المغرب وكاع الناس اللي هما كيدخلوا في هذه هاد الخانه هذا كلهم خصكم تهضروا عليهم ما تبقاوش كتهضروا فقط على ريافة أنا وصلت للفكرة، كنت كنتمنى أن أيضا الفكرة الأخرى توصل بطريقة اللي هي عادية وتجي دير لايف، السلام عليكم، الزوجة ديال البصيرة محتاجة للمساعدة ديالكم، ساهلة مهلة، ما فيها حتى شي مشكل، عاود ما ترجع لي أنا وتبقى كتقلب أنني نبقى كنترد أنا وياك، أنا سيفيني هاد، هاد الفيديو غادي يكون هو الأخير في إطار قول لي رد عليك اذا غدا ان شاء الله غادي يكون معنا لقاء مع سيمو كندا اللي هو مواطن مغربي مقيم في كندا وعنده مجموعه ديال الفيديوهات في, في في يوتيوب كيتكلم كي فيهم على الهجره لكندا بالنسبه للناس اللي عندهم دي حتى شي واحد ما تواصل معايا يعني ملي كيكون شي انتقاد في حقهم كيتواصلوا كيحتجوا علاش قلتي علاش فعلتي دابا ملي طلبنا منهم خدمه مجانيه حتى واحد ما باغي يخدم فابور حتى واحد ما باغي يعاون المغاربه ويبين لهم شيء شي امور بـ... ب تم الصباح انت كتحط لينا هذا القرد ولا شنو هو غادي نبلوكيك نبلوكيك دابا نيت ما فرصه اخرى قلت ما اتصل حتى شي واحد، السي عبد الله المزم اللي كان واعدنا هنا في واحد اللايف كتب لنا بانه مستعد انه يطلع يشرح لنا الامور المتعلقه بالهجره. قال لي بانه قريبا ان شاء الله عاد غادي يحصل على البيرمي ديالو باش يكون عنده الحق انه يمارس المهنه ديال الوسيط في الهجره او متخصص في امور الهجره. دونك اضطريت انني ندير بحث في, في انترنت. ولقينا هذا الضيف اللي غيكون معنا غدا ان شاء الله سيمو كندا اللي غادي يجاوب على كاع الاسئله من خلال الدردشه ديالو ديالي معاه يعني عنده مجموعه ديال الامور المتعلقه ايضا بالطلبه بمجموعه ديال الطرق اللي ناس جاو بها الكندا وصاوبوا بها الورقات ديالهم واللي يمكن تكون غائبه عليا وغائبه على بزاف ديال الاشخاص اذا ستكون فرصه ان شاء الله للخوض في هذا الموضوع والاجابه على كل الاسئله ديالكم الله يجازيكم بخير آه الناس اللي راه من اللي كان بدا نتكلم على هذا الموضوع ديال الهجره شيء طبيعي انه كيكسروا الرسائل وكيكثر الاتصال كل اللي كيعيطي في جوج الليل كل اللي كيعيط لي في ثلاثه الصباح واحد جاوبته في الخمسه الصباح لان كنت غادي للخدمه يعني كيسولك كي ياك ما وقت غير مناسب كتقول له راه الخمسه الصباح عندنا اه وما كاين مشكل بغيت غير نقول لك اخويا على داك كيبدا كيسولك يعني في الخمسة د الصباح معيط لك وكيسولك على الهجره الاسئله كتكون مع وسيط في الهجره كتخلص 300 درهم ولا 400 درهم كتمشي كتجلس معاه في المكتب وكتدي ليه ليست هاد الاسئله ديالك وكطرحهم عليه وكيجاوبك عليهم باش آه يعني غادي تبقى تعيط ليا انايا ونبقى انا, أنا كنجاوبك لمده كاين بعض المرات اللي كيعني كي كيتسالاو ليه الاسئله وما آه عاد يوصل العدراوي يقول لي شنو كان باقي عاوتاني وكنكون في الخدمه ما تنبغيش يعني نحبس المكالمه كنتسنى حتى الواحد هو صافي سالي غير هذا الشيء هذا انا غادي نوضع عليه حد لان ما عنديش جواب لكل الاسئله بعض الحوايج اللي هي يعني ممكن جوجل يجاوبك عليها في رمش 90 عدراوي ما يقدرش يجاوبك عليها اذا غادي يكون معنا السيد اللي عنده خبره في هذا المجال هذا ديال الاجراءات اللازم اتباعها باش انسان يحصل على الهجره في كندا والمجال راه مفتوح الناس اللي هما خبراء في المجال بغاو يعاونوا عباد الله بغاو يوصلوا المعلومه للمواطنين المغاربه المجال مفتوح الصفحه ديال لايف راه مفتوحه في وجه الجميع اذا موعدنا غدا ان شاء الله واش عندك قناة في اليوتيوب؟ عندي قناة في اليوتيوب ولكن ما كنخدمها شي هاد الأيامات كندير بلايف فيسبوك وليت كنصيفط ليها حتى هي من ألفين وسبعتاش ولا ألفين وستاش يمكن آخر الفيديوهات اللي كنت خدامة بين ألفين وتسعود ألفين من بعد ما بقيتش كنحط فيها لي فيديو ما بقاتش فيها المتابعات كانت الصفحة سميتها عدراوي عبد الرحمن دونك الصفحات الأخرى اللي يلاه دارت في ألفين وعشرين حتى شي صفحة ما هي ديالي كاين صفحات باسماء بالاسم ديال عدراوي لايف العدراوي بزاف ديال الناس انا عييت من نوجه لهم في, في النداءات ما تستعملش الصوره ديالي والاسم ديالي لانك كتعطي انطباع على انه انا هو صاحب الصفحه دير صفحه سميها شي حاجه وبارطاجي فيها الفيديوهات ديالي بالصحه والراحه ولكن ما تقمص الشخصيه ديالي هذا هو المطلوب اذا اللي بغى يعرف واش الصفحه ديالي ولا لا عندي فيديوهات من 2009 في الصفحه حتى 2017 على ما اظن سمير بازوت كنتي غديرها بيا اللايف ديال الحد اللي فات دابا كاتب ليا سليمة آه سلمة الناجي آه قالت عليك بانك انت عميل ديال المخابرات ملي ساليت اللايف مشيت دخلت الصفحة كنلقى الصفحة فيها جوج تصويرات وحابسة يعني فيك بيج ماشي حتى شي صفحة صحيحة دونك كاينين هاد النوع هذا من كاين اللي كتكون نيته مزيانة باغي غير يدبر على المصاريف باغي يروج الحركة كيقول كي لك مثلا شنو شنو رأيك في فلان انت كتجاوبو وكيشد داك المقطع كيقطعو كيدير به فيديو في يوتيوب وكيكتب فلان يفجرها في وجه فلان وكيجيب الله التيسير كيدخلوا الناس يشوفوا شنو كاين ملي كيدخلوا كيلقاو بان راه ما كان لا يفجرها ولا يقنبلها والو غير ضحك عليه وجابو شاف الفيديو ودخل به الادسنس دونك انا قلت لكم ما بقيت كنرد على حد اللي بغى يقول شي حاجه يقولها وميسا سلمى الناجي عندها رقم الهاتف ديالي لو انه عندها شي حاجه باغا تقولها كانت غادي تعيط وغادي تقولها لي مباشره ما غاديش تقولها ليك انت اذا هذا مكان تبارك الله عليكم ولنا لقاء ان شاء الله يوم غد دابا مثلا وحدين اخرين هما كيحاولوا يجروني باش نهضر على منبركم والله ما حضرت لي السميه ديالو شنو سمي امجيد من الصباح هما كيستفزوني باش يجبدوني نهضر على مجيد تحيه لمجيد تحيه عسكريه وديما عسكر تل تل القبر كيجيسكم هذا هو علاش كتقلبوا تحيه عسكريه الميسه سلام الناجي ديما عسكر تل القبر إذن هذا هو الرد ديالي لاي واحد جبدته ليا غادي يكون ان شاء الله مستقبلا كون غنمشيو نكملو الجمهوريه الحسيمة خو طنجه سمير بازوت من اللي قالتها هي في اللايف علاش اللي ما تقطعش هذا الجزء هذا من اللايف وتصيفطوا ليا علاش علاش في كل لايف غتبقى تدخل تقول لي راه قال فلان قالت فلان فين هي الالف 1000 درهم الالف 1000 درهم توصلات بها السيده سيدي مشات راه عندها في المغرب ولاننا خلقنا ليها بزاف ديال الشوشره وديال الكلام زدناها مئة دولار اخرى دونك ولات 1700 درهم يوم الاثنين ان شاء الله غادي تمشي تاخذهم صافي باقي شي سؤال اخر يلا الدوباب. مخيل ميدان نقصرو معاك شي شويه اش اخبار اخنوش اخ آه يا اخنوش شحال هادي راه قالب علينا ما بقي خلق لينا الحدث كان مروج لينا الحركه هو بن كيران القضيه نعساد كانت القضيه مبلبله معاهم شويه كاين ما يتقال كاين ما يدار دابا القضيه راه نعسه ميته الارقام ديال الكوفيد راه طالعه للسماء احدهم قبيله كتب لي بان السيد العثماني قال لك بانه راه ما كاين لا خطر ولا والو في بدايه الكوفيد و ماشي غير العثماني اللي اللي قال هذه الهضره راه الرئيس ديال البرازيل قال لي راه ما كاينش هذا كوفيد هذا غير كذوب والى اخره لا ماشي حقرت اخنوج قلت لك بانه غابر يعني ماشي 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 سعيد البارصه قال لك نصبتي على مجيد تحيه عسكريه سعيد البارصه تحيه عسكريه المجيد اوكي جيتك خاصك تعمل شي حلقه على جمهوريه الملحدين ترى الله والله ما يديروا شي زفته على آه جمهوريه الادسنس هي اللي كاينه شي جمهوريه اخرى والله ما كاينه كاين جمهوريه الادسنس بنادم ضارب على الادسنس على ألف دولار ألف 1500 دولار ها آه واحد من هادو اللي كيطلبوا ليا دوزنا دو شهر راه الشهر الاخر عيط لي قال لي واش غيطلع ليا من, هادشي. من هادشي. هادشي هاد الشيء واش غيطلع لك من هاد الشيء حنا دايرين هذا باش يطلعنا منه شي حاجه ها آه هو الحمد لله الموقع دابا عام داز عليه أباقي خدام اللي خدام فيه راه خدام و ما حطينا فيه لا اشهار لا يديك لي خريك الاشهار الوحيد اللي حطيناه ديال مبروك العيد ديال لا ديال لافال حطيناه كجيس دو كورتوازي لانهم قبلوا انهم يهزوا العالم ديال المغرب و وداروا ان جيست نوبل اليغار ديال الجاليه المغربيه في لافال حطينا لهم حتى حنايا داك ال... الاشهار ديالهم سميتو ولكن بدون مقابل خدمه مقابل خدمه خدمه للجاليه مقابل الخدمه ديالنا آلاف حاله في فرنسا هادشي اللي قلت يعني التوقعات ولا التكهنات في البدايه كاين هناك من اصاب وهناك من اخطا العثماني ووزارة الصحه في... قالوا بانه ما كاينش خطر ما ولكن هو تبين انه أه... وفي خرج هذا الله إلا فكرتينا فيه عبد الريفي ومن واحد فيديو تا هو شبع فيا سبان قال لك انا ضد النظام وانا خائن و... كانوا غير معاودين ليه تا هو عليا ما كان كيشوف لا فيديوهات ديالي لا والو ومن داك العاد الله الا الله فكرتينا فيه مرحبا بالجمهوريين واش كفار ولا مسلمين بعدا اللي جمهوري يكتب لينا واش كافر ولا مسلم دونك الان الحالات ارتفعت ولكن العدد ديال الموتى هو الاخ كتب لنا بانه كاين 9000 في حاله في فرنسا ولكن اكيد ما كاينش العدد ديال الموتى اللي كانوا في الاول برافو بن علي ديما معسكر مع القبر جمهوري مسلم قلت بانه العدد ديال الموتى هو اللي كيخلع كي ملي كنا كنسمعوا مثلا في ايطاليا 1200 1600 1500 حاله وفاه في اليوم هذه حالات تقلق ولكن اليوم ولينا كنسمعوا 9000 حاله في فرنسا ديال الاصابات ما عرفتش شحال العدد ديال الموتى غادي يكونوا 60 ولا 50 واحد راه كيموتوا 200 300 بفيروسات اخرين في في نفس البلد اذا الفيروس يعني تطلص اكثر صابوا به ناس اكثر ولكن عدد الوفيات نزل بواحد الحده اللي هي اكبر علاش لانه دابا مع الدخول المدرسي بداو كيتصابوا التلاميذ بداو كيتصابوا الدراري الصغار والدراري الصغار نسبه الموت ديالهم بسبب الاصابه بالكوفيد قليله بزاف دونك الناس اللي يعني حظوظ البقاء على الحياه كتكون قليله الا تصابوا بالكوفيد هما الناس اللي في واحد السن جد متقدمه او الناس اللي كي يعاني من امراض مزمنه دونك يمكن نعمل شي حلقه على عبد الريفي ما عنديش اخويا ما ندير عليه حلقه عبد الريفي عبد الريفي عبد الريفي عنده ان ستيل ديالو ملي غتجي تكلم على عبد الريفي عنده طريقه ديالو حتى هو في السب وفي المعيور دي عباد الله اللي هي ديالو ولكن أغلبية الكفار من المسلمين الجمهوريين كلهم بغين يكونوا نسخة تبقى الأصل لريشارد عزوز وفي ديك الطريقة ديالهم ديال تقليد ريشارد عزوز ما كيجيب شي الله التيسير فين وصل عدراوي ليكس عدراوي آه ليكس راه قلنا لكم الزيت في راسنا والكوميرس وزاد تحشمنا مع السيده كانت خدامه في واحد مغازا كبير وكانت هي اللي كتكوموندي السلعه وكتعرف الناس وغادي تقوم بعمليه توزيع الزيوت البلديه بشركه بطريقه سلسه لكن ما بقات جاتنا اخبار على عضره ويليكس اسيدي شبيني وبين شي عبد الريف الله يهديك كان يطلع معايا في شي لايف ولا ماشي لايف ما بقيت باغي نطلع معايا حتى شي حد في لايف انا الحوارات هادو اللي كندير مع الكنديين هذا راه شي تا هو تندير حوار مع وزيره غادي يطلعوا لي 76 ديال الناس يتبعوا اللايف احنا شادين الخوار مع كريكيسات الجمهوريين راه وصلنا ل 1400 ديال المتابعين قبيله خالد خاصو جمعوا الكفار لا شوف الجمهوريين المسلمين خوتنا نسمعوا الافكار ديالهم ونتسمتوا لهم ولكن الجمهوري الكفار لا عهد, لا عهد بيننا وبينهم الله باقي باغيين يردونا وما قال لك الحمل السلاح والسيوفة ونخرجوا نتقاتلوا الكفار مع المسلمين هذه تهضر على الاصلاح هضر على الاصلاح خذ واحد الجانب معين داخل البلد واشتغل عليه اشتغل على الاصلاح داخل هذا البلد لو مولاي هشام الامير مولاي هشام راه مبحر مع راساتو في شمال المملكه ما شفتوا واحد الفيديو ديال الاساتذه اللي كنا تلاقينا في يوم السبت الماضي في مدينه كيبيك درنا واحد الفيديو بريفي وصيفطناه لسمو الامير مولاي هشام وتنقدموا فيه التحيه ليه ايوا هو بادلنا حتى هو التحيه من امام البحر واستشرنا معاه واش يمكن لينا ننشروا هذا الشيء هذا قال لك توكلوا على الله ونشروا جمعت الفيديوهات بجوج تحيه ديال الاساتذه لسمو الامير وتحيه ديالو المتبادله لهم وكانت معنا واحد الطالبه شابه مريم اللي سماها هو لاله مريم اتصل بيا واحد الصديق من هنا من موريال بلي واش سلم على الاميره لاله مريم قلت له راه كيسلم عليها حداها راه في المغرب هي بغي يسلم عليها علاش يسلم عليها في فيديو هذيك راه السيده اللي كانت جالسه معنا في المطعم سميتها مريم آه اذا الان تكفر انا اكفر بما اتى به هؤلاء الجمهوريون انا كافر بال، بال، بالفكر ديال الجمهوريين لانهم يريدون ان يردوا علينا ديننا والله بغينا نديروا لنا فيلم ديال الرسالات ابقى كتسنى انت الاصلاح واحد جالس مسكين عنده باه ولا مو باغي ليه بلاصه في المستشفى ولا انا عشت المرض ديال السرطان مع جوج ديال الاخوات ديالي اللي توفاو بجوج في ظرف ديال 3 شهور ما بين الوحده والوحده وتنعرف اشنو كيعني انك تعيش مع فرد من العائله ديالك يعاني من مرض السرطان دونك واحد تي يناضل باش انه المدينه ديالو يكون فيها مستشفى ديال الفحص مستشفى اللي ملي هذا الفرد العائله ديالو يحتاج انه يتداوى يمشي يتداوى فيه واحد اخر تيجي تيقول له شوف راه ما خاصناش الدين ما عنده ما يدير لنا الدين خاصنا نحيدوا علينا الدين وديك الساعات عاد نهضروا على حوايج اخرين اذن اون اه ني با سور لا ميم اونغل عايشين مع الكفار راه هادشي اللي كاين راه بقينا ندورو ندورو هاد اللايفات حتى ولي ولينا جالسين مضاربين مع الكفار مولاي هشام رجل مثقف الله يرحم رباه تيقول اخونا اه شتي دابا انت تورقتي عيني عين نرجع لواحد صاحبي كان كيقول لي ميسه سلامه الناجي عيرتني في شي لايف سمير بازوط وللعائلة العائله الملكيه غادي تقضي بيا الغرض وغادي تلوحني واخا هادشي دابا بقينا كنهضروا معاكم وحنا في رمنان اه شي الاسلام محمد للجمهوريين الجهه الاخرى الله معلقينها في الطويني بحالنا بحال صحاب الطاكسيات الكبيره ديال المغرب انا جبتها من الخيط حيدتها منين كنجي ندير لايف دابا خاصني نبقى نهضر مع الجمهوريين دائما شداده الذباب <applause> <applause> الالكتروني كنجيبو له ميشو <applause> الكفار بقاو الزلوم هذه. أيوة الكافرون ايتها الكافرات تحيه نضاليه مباشره من كندا كفركم مردود عليكم والمغاربه عندهم مجموعه ديال المشاكل على انهم يفكروا في الريف ريافه رجوله ونعترف لهم بها وحتى شي واحد ما عمري سمعتو يشكك في الرجوله ديال الريافه

غادي آه طلعوا دابا نضربوا واحد التكسكيسه وعاد نعسو الصباح ضربنا المسمن وفي الليل الكس سلام وي توجور اون لايف بخير شتخوف سلام دتطلع طلع بس عليا داك اللايف سلام وليد تسير راني لايف تسير لايف والله الا دا داير لايف ضحكي تما سلام صويريد اه بالصحه سي تري مزيان شاب وليد شاب وليد العام عام اه على السلامه سير ما انا قادم مسقي ليك مسقي <applause> ليك <مسجيلي. تسيري. تصفيق> نسقي ايها الكفار ايتها الكافيرات الفرق ودي اش غادي نقول لك واحد من كيدخل عندك لللايف وكيبدا كيسب فيك راه الحاجه الوحيده اللي تقدر دير هي تبلوكيه اما لو بقيتي ترد معاه شي ما قضيتي دونك اش كنا كنقولوا الاخوان الكفار المسلمين في المغرب ولا المسلمون في المغرب راه عندهم واحد العدد كبير ديال المشاكل اللي هما خايضين فيها تاش من ألف درهم أصاحبي راه ألف درهم راه قلنا لك صيفطنا للسيدة شنو نوريوك الروسيات حتى هما قايلين على ألف وسبعمية سيدي ما بقاتش ألف درهم راه صيفطنا على ألف وسبعمية درهم وقلت ليها كل شهر إن شاء الله غادي نصيفط لك شي بركة وأنا طلبت من الأخ ديالي في المغرب باش أنه غادي نجمعو لها مجموعه ديال المعدات وديال المسائل من عن شي مول الهري وغادي يمشي ليها حتى للدار حنا ملي كنقولوا شي كلمه كانوا في بها السي محمد حنا ماشي جمهوريين كفار الجمهوريين الكفار هما اللي وكان <applause> مع الكفار ماشي مع المسلمين راه قبيله سولنا قلنا شكون اللي جمهوري كافر شكون اللي جمهوري مسلم وكاين معنا معانا الجمهوريين المسلمين خوتنا هذوك على راسنا وعينينا نختلفوا معاهم ونتفقوا معاهم خوتنا ولكن الكفار لا عهد لا عهد بيننا ولا صافي ما بقاش باغا تخدم يعني ما بقاش باغا تعلق صافي غنخليوها تبقى صالحه غير لهنايا ما مع الكفار لا لا هذو الكفار شوف هذو هنايا هادو ما كانهضروش عليهم هادو ناس كيستقبلوك سواء كنتي مسلم ولا يهودي ولا مسيحي ولا ما كتامنش نهار الاول ملي كتحط رجليك في كندا تيطرحوا عليك هذا السؤال تيقولوا لك اشمن ديانه راه ماشي باش نتابعوك ولا لا غير باش فور دي ريزون دو ستاتستيك باش نعرفوا البلاد شحال فيها من مسلم شحال فيها من مسيحي شحال من يهودي شحال من اطي ما كيامن حتى شي حاجه شحال من بودي الى اخره وتحترموك لانسانيتك اما واحد اللي ملي كيدخل يدير اللايف وهو كيسب فيك لسبب واحد هو انك مسلم اش من تغيير باغي تجيب لي نتايا لهاد البلاد اش من تغيير غد لي لهاد البلاد لا باغي نردك كافيه باغي نحيد لك الدين وباغي نحيد لك الصلاه والاسلام والمساجد الى اخره اتحيد تقول لي غادي نحيدو شي اساليب وشي طرق اللي هي تخلطت لينا مع العباده مع الدين واللي هي كتدخل في اطار الشرك بالله الناس اللي كيمشيو وكيبداو يتعبدوا في ضريح في الاخر انا يلاه شفت واحد التصويره ماروك انسوليت على ما كنظن هما اللي بارطاجاوها قالك واحد الضريح ما عرفتش من مدينه في الجنوب ديال المملكه مشاو حلوا عليه لقاو حفره حفره دايرين بارك من فوق منها هذا والناس كيجيو كي وبقاو كيطلبوا هذا كفر بالله ايه غادي نشتغلوا على اننا نحيدوا مثل هذه الاعراف اللي صبحات عندنا في المغرب واخ ولكن باش تجي تقول لي العقيده ديالك غنغيرها لك لا سمح لي ايها الكافر قل يا ايها الكافرون اعطونا التسع ايها الكافرون الحمد لله العقيده ثابته وانا دائما كنقولها عند المواطن المغربي راه السي أصيغ... غادي نتسناو منك واحد التعليق ثاني زفزافي شباب الريف كتب لنا واحد التعليق ثاني شرح لنا فيها ما معنى العرب هي اولا ماشي العرب هي الاعراب كتب في التعليق ديالو العرب اشد كفرا ونفاقا شرح لنا شنو شنو فاهم انت من خلال هاد الاعراب اشد كفرا ونفاقا آه قلت بان هاد الناس هادو كيتعاملوا معك كانسان مهما كانت الديانه ديالك ولا الاعتقاد ديالك هذاك الشيء تيهمك انت هما لا يعنيهم في شيء صلي ما تصليش عبد ما تعبدش امن ما تامنش كن مواطن متزين وكن مواطن انا كنجاوبك قال لي انت علاش في ارض الكفار شكون اللي قال هادو كفار هاد البلاد هادي العدد ديال الكنائس اللي كاينين فيها ما كاين حتى شي بلاصه اخرى انا جلت بالشاحنه ديالي كاع المناطق كنائس اللي العمر ديالهم اكثر من مئة سنه الجيل ديال دابا الان اللي بدا كينصالخ من 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 التعبد ولكن تتهضر مع الاغلبيه ديالهم تيقول لك ايه جو سوي كريتيان ولكن جو سوي با براتيكون بنفس الطريقه اللي حتى حنا عندنا مسلم ولكن جو نو سوي با براتيكون تيقول لك ما كيصليش كاين اللي ما كيصومش لكن ما تجيش تقول لي يا ودي راه ما الله سبحانه وتعالى والقران راه غير الاكاذيب والرسول صلى الله عليه وسلم راه ما عمره مكان. ما كان ما يتيقش بك ما يتسوق لكش لهذا الكلام هذا ديالك اذا هاد الكفار ما ذكرت هذه السميه دي. الكفار من الجمهوريين باغيين يكسبوا واحد المكانه عند المواطنين المغاربه بهذا النوع هذا من الاسلوب وهذا الشيء هذا سا باس اذا هذا مكان هذا مكان تحيه للجمهوريون المسلمون ولكن الكفار المسلمون لا عهده بيننا وبينكم انفيتي حميد المهداوي الله يهديكم أصحابي، الله يهديكم اي واحد باغي يطلع معي في هذا اللايف هذا مرحبا به ما عدا الكفار الجمهوريين يطلع معي حتى شي واحد ما نهضر مع حتى شي كافر لا عهد بيننا ولا حوار بيننا ولا نقاش بيننا ولكن الاخوان بحال المهداوي اللي كيتكلموا على أمور اللي كتهم لو كوتيديان ديال ديال المغربي شي حاجه اللي كتهم المعيش اليومي للمواطن المغربي يحصل لي الشرف انني نتحاور معه ولكن كفار جمهوريين يقلب على الادسنس كي يقلب على ألف دولار و ألفين دولار في الشهر وكي يجيب يبقى كيدخل لنا الافكار اللي انت تقول بان المسيحيين غير كفار اسير اعطيني التيسع الله يرحم لك الوالدين قلب علينا من هذا الموضوع هذا الكافرين الواحدين ده بل اللي انا كنعرف هما الجمهوريين الكفار لانهم يعلنونها علنا ملي كي كيبقى كيهضر لك على الله سبحانه وتعالى تيقول لك ذاك الله ديالكم استغفر الله العظيم وجست من بعد منها تيقول لك والله انه ما كاين هاد الحاجة هادي انت يلاه قلتي بانه ما كاينش ويالله شككتي في الوجود ديالو وبلا ما تشعر وليتي كتقسم بيه باش كيحلفوا الناس باش كيقسموا الناس الناس هنا في كندا اللي ما كيامنوش تيقسم بببب... تيقول لك جوجور سور لا تيت دو مون شا تيحلف على الراس ديال المش ديالو هو اغنى ما عنده في هاد الحياة هادي دونك هذاك الجمهوري الكافر ملي اللي كيجي يحلف كيحلف كي باغنى ما هو كاين في الوجود بالنسبه ليه وهو الله سبحانه وتعالى ولكن بلا ما كيشعر كي كتخرج ليه بلا ما كيشعر كي حتى كيقبض كتزبق ليه اما السي المهداوي عزيز على قلوبنا والسي المهداوي في اي فرصه يحصل لنا الشرف اننا معه معاه قالك <applause> انت تكفيري داعشي انا لا اكفر احدا راهو ما كيكفروا راسهم هما كيدخلوا تيقول لك بان الدين ما مزيان شو بأن الله ما كاينش بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما دار لينا حتى شي حاجه ومصالح الوالو الى اخره واش واحد هو كيدخل في الله كيقول كي كي لك بان الكفر هو الحل شو تقول لي انا كفرته ولا ما كفرت؟ <applause> اه يا فينا هي اللحيه يا قوم تبع <applause> دابا تبع كتكتب تبع وفي حقيقه نقاش فارغ المحتوى سي يوسف والله الا راه ماشي غير فارغ المحتوى راه فايت المحتوى ولكن راه الكفار الجمهورية الكفار خاص تهضر معاهم هما شنو غادي تحرمهم من النقاش ضروري خاص تفتح معاهم نقاش دوي معاهم ولكن ما تسنى من موراهم حتى شي حاجة طعام برد لا لا يلا غدير التفويرة اللخرة المدام عندها واحد الخطة جهنمية ديما كضرب جوج تفويرات وديك اللخرة كديرها كتخليها تا باش مع الحطة مع يتحط سخون كان عندنا عرام ما يتقضى مشيت انا عند واحد الصديق عزيز عنده محلات تجاريه ديال الملابس سي هشام جيراندو ايوا جلست معاه واحد الساعتين من الزمان دردشنا وتناقشنا سي هشام جيراندو نختلف انا وياه بزاف ديال الحوايج في العالم الافتراضي ولكن لا هو كيعلق عليا ولا انا كنعلق عليه كل واحد فينا كيعبر بالطريقه التي تحلو له شفت انتم جبتوا لنا هذا كتبت لنا ميساج قالت جيب اللبن خاص اللبن عافاك 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 جيب لنا اللبينه دونك راه ماشي مشكل اننا نختلفوا ولكن ملي كتوصل انك تشكك ليا في العقيده ديالي وتطعن ليا في العقيده ديالي ما عندي علاش غادي نعمر معاك السوق انت بالنسبه ليا تو اكزيست با ما كاينش ما تحترمش الديانه ديالي ما كتحترمش الايمان ديالي بالله سبحانه وتعالى وكتجي تتكلم بكلام فاحش في حق نبي الاسلام ونبي الرحمه ما بقيتي كتستاهل من عندي حتى شي غرام ديال الاحترام والكلام ديالك كله من راسه ومن ساسه كله مردود عليك اذا انت ما محترمش شخص واحد ولا صاحبنا كيفاش جا بغى يستفز السيده اللي كتعيش ظروف اللي هي قاسيه ومن بعد اه قا ولا هذا ما بقاش كنعرفك انا يوم ما نعقلش عليك وانت سهلتي لا الله انا غير تشكيت على السيد جعر ما خلى ما سب ما شلط فيك قالك زعما راه هو اللي معيشها واللي دار غير الرقم ديالها نصيفط ليها انا بكوب ديال ديال السلعه دونك يعيشوا في حقدكم يعيشوا في كراهيتكم حنا الكسكسو كيتسنانا نمشيو نلبيو نداء الوطن نجيبوا اللبينه والحياة تستمر كنخدمو كنعرقو كنجيبو رزق وليداتنا بعرق كتافنا في هذا الأسبوع هذا نهار خدمت أه 14 ساعة ونص ونهار خدمت فيه 13 ساعة دونك أه هذا ما يعني كان يعني كنخدمو على وليداتنا نؤمن بالله نعتز ونفتخر بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام ما حناش عندنا لا سانتور نوار في العباده ولكن عقيدتنا لن تتغير لانك فقط انت محتاج الألف 1000 دولار وكتجي تطلع دير ادسنس نبقاو نتشارك لكم والله العظيم نكون غير درنا شي حساب لان العدد ديالهم شحال واحد العشره كاع الا جيتي تشوف شي عشرة مشتتين في المغرب عشرة ديال ديال العاطلين عن العمل جمعوا ليهم واحد لاكاس وكل شهر صيفطوا لهم 1000 دولار هاك داكشي اللي كيجيك في الأدسنس حنا غنعطيوه لكم غير وفروا علينا هذا الكلام ديالكم ما بقيناش باغيين نسمعوكم ما رايك في الاذان مع الموسيقى ما فهمتش هذه القضيه ديالك ديال الاذان مع الموسيقى شي غير باش تعرف يعني كيفاش احترام الاخرين للدين الاسلامي واحد من المانيا كان مشى لمصر هادشي قديم مشى لمصر سمع عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله يتلو القران في احدى المحلات فالشعر ديالو تشوك وما فهمش علاش مشى سول قال لهم شنو هادشي هذا قالوا له هذا قال القرآن الكريم وهذا أحسن مقرئ عندنا يرتل القرآن الكريم مشى هو شرى داك كان ديك الساعه الكاسيط شرى الكاسيطه داها معاه لألمانيا هو كيشتغل في المجال ديال الموسيقى شد هذاك الترتيل ديال القرآن ومزجو مع نوع من الموسيقى على أساس أنه راه داير شي حاجة زوينة بزاف وأنه غيمزج ما بين الإسلام وما بين الموسيقى اللي هو كيشتغل عليها في ألمانيا ودارها من اجل التوزيع مجرد ما خرجت الناس اللي هما تما فاعلين جمعويين في المجتمع المدني تواصلوا معاه قالوا له يا ودي هذا الشيء الامر اللي درتي خطير جدا عند المسلمين ما غيتقبلوش هذا الشيء هذا وبداو كيشرحوا ليه ولا جمع كاع الكاسيت وهرسو احتراما للعقيده ديال الناس من بعد ما فهم اشنو كيعني القران الكريم عند الناس واحد باه مسلم مو مسلمه خالو مسلم عمو مسلم مو سميتها فاطمه اختو سميتها حاده يعني كل ما يحيط به اسلام في اسلام هو تيجي وملي كيطلع وكيسب ويعاير في الدين ويعاير لك في الاسلام وانت مطالب انك تحترمه لا خويا ما نحترمكش انتهى الكلام ايها الكفار ايها الكفار نلقاكم ان شاء الله في موعد لاحق دمتم في رعايه الله والله سبحانه وتعالى تعالى يحفظنا ويحفظكم ايها الكفار المسلمون راكم ما كفار ما تستحمص راه غير الازمه اللي دايرها والله دورتوا لنا عوراي حتى غتوليو بخير وعلى خير سمعوا النصيحه ديال خوكم عبد الرحمن العدراوي ديروا لي كور ديال التراكينغ uh, نوضوا تسوقوا الكاميونات غادي ديروا شويه ديال الفليسات غتروجوا الحركه غادي سارا وغادي وغتشوفوا البلاد وغادي تولي بخير وعلى خير وغتمشي لراسك غتغتسل وغادي, وغادي تزريبيه ديال الصلاه وتصلي وتقول يا ربي لك الحمد يا ربي لك الحمد على دنيا هاد النعم ديالك راه والله العظيم راه غير الحزقه هي اللي دايره هادشي هذا راه الزلط هو اللي موصلك لهادشي هذا اللي راك فيه راه ما لا الدين ولا حتى شي حاجه هاد الملاحده عاد هاد آه هادشي اللي كاين يلا سيادنا تبارك الله عليكم وانا نلقاكم ان شاء الله في موعد ما فيه لا كفار لا والكفار ما عندنا ما نديرو بكم غدا غنهضروا مع المسلمين ان شاء الله باش نشرحوا لهم كيفاش يديروا يديروا الهجره الى كندا اتمنى ان يكون بلوك ستفرج الجمهوريه <applause> الجمهور هذا كاين جمهوريه جباله وعاصمتها طنجه جمهوريه ريافه وعاصمتها الحسيمه راه تشي علاش كيقلبوا هاد الناس جمهوريه مولاي يعقوب وعاصمتها الشاريج راه هذا هو الفكر ديالهم غادي في هاد لو هذا ديال اننا نشدوا هذاك البلاد ونقرضوها نقرضوها نقرضوها شي غيقول لك بحال القصبر مع عندنا شي لك بحال كيف وكل واحد ياخذ واحد البركه ديالو اللي غادي تجي فيه ويدير فيها عاصمه ديالو وهادشي هذا حنا لن نقبله كمواطنين مغاربه انا راه عادي عامين ملي تطرح هذا الموضوع الجمهوريه مال الجمهوريه في النهايه ديال الفيديو قلت الله يهديك الاذان والموسيقى انت قلتي ما فهمتي والو راه انت ما فهمتيناش باش نجاوبوك شنو كتعني الموسيقى والاذان ما فهمتش هذه الموسيقى والاذان قلت في نهايه الفيديو الى انتم ما دخلتوا للمغرب ودرتو فيه الجمهوريه انا غادي نقطع داك الباسبور واتجرد من جنسيتي المغربيه لانني يعني عارف النوايا الخبيثه ديالكم من الديبار هذه عامين يعني هذا الكلام اللي كنقول اليوم راه راه ماشي جديد راه هذه عامين هذه و... الكفار راه فين وصلتي مع الشحوم حتى والله ما كاين الصباح ضربنا المسمن ودابا راه غنضربوا الكسكسو يلا سيدنا تبارك الله عليكم القضيه واقفه على اللبن نمشيو نجيبوا اللبن ونرجعوا ان شاء الله نضربوا الكساكيس وغدا لنا موعد بحول الله حول موضوع الهجره دمتم في رعايه الله والى اللقاء